في نقاط كده، يعني مثلا حد زيي مثلا انا ما بفهمش في العقود، ايه الاخطاء اللي ممكن مواطن عادي وبسيط كده يقع فيها وهو بيكتب عقد شقة؟ لو حضرتك تدينا نقط. بص، انا عشان اكتب عقد سليم هو اولا لازم يبقى فيه محامي حاضر، يعني وجود محامي ده اول شيء، ان يقدر يمسك الاوراق كلها يبحث فيها. اه النهارده باخد مثلا، انا ممكن اكون بشتري مثلا شقه، اسال في الحي او اسال في الجهاز ما عليهاش اي مشاكل ولا عليها اي حاجه وهو الملك الحقيقي عليها، بس قد يكون عليها اصلا خلافات اسريه او نزاعات ما بين الاشقاء او اي حد من أو الاخوات ورثة أو كده. او ورثه او الكلام ده كله، فبالتالي لازم اسال في المحكمه باسم اللي انا هشتري منه في دعاوى مرفوعه اصلا عليه او منه تخص العين ولا لا. مفيش حاجه يبقى خلاص كده الشقه سليمه وما عليهاش اي مشاكل ولا عليها اي خلاف. طب انا اكتشفت مثلا في المحكمه وانا بكشف مثلا باسمه ان في دعاوى مرفوعه مثلا كورثه او من شخص تاني عليه، او ان هو كان بايع لحد وما نفذش اجراءات البيع، ما هو كده هنا في مشكله اخدها ليه؟ عليها خلاف. وايه البنود تاني اللي ممكن تكون شائكة يعني في اي تسلسل عقد؟ الملكيه ده اهم شيء، لازم ابحث تسلسل الملكيه كويس جدا واشوف ممكن الرخصه اصلا اللي بتبقى طالعه، الرخصه اللي طالعه للعقار ممكن تبقى مخالفه اصلا للبنى، يعني ممكن يبقى طالع لي مثلا رخصه، وده الشائع جدا في العشوائيات، ابقى مطلع رخصه مثلا لارضي ومتكرر وخمس ادوار او ست ادوار، الاقي البرج طالع 10 ادوار و12 دور. هل بقى التصالح ده انا بشتري في اللي طالع له رخصه ولا في المخالف؟ طب المخالف ده تم تقنين اوضاعه ولا ما تمش تقنين اوضاعه؟ لازم اسال في الكلام ده كله عشان ما يتمش يعني تعرضه لإزالة أو بالظبط، هدم أو ازاله او هد.